السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نقدم معكم عشيوه خفيفه، ماشي اقتصاديه ولكن خفيفه. كنا كنبغيوها، بغيت ندير شويه المشاوي. عندي هنايا اللحم مقطع مكعبات، وعندي هنايا الكفته كانت عندي في الكونجيلاتور، وعندي هادو غادي نشويهم، غنرافقهم مع فليفله وحبات ديال الطماطم وبصله. هادو غادي نشويهم مع اللحم. وعندي هنايا هاد جوج بصلات غادي نحكهم في اللحم مقطع باش نشويه. البصله كتفتيه. طبيعه الحال غادي نرافق هاد المشاوي، غنرافقهم بشليطه ديال بطاطا مسلوقه ولي بات مسلوقين مع الطون. كنصحكم البنات تاخذوا هذه الماركه ايزابيل، واخا ما عنديش الحق باش ندير الاشهار، ولكن انا كتعجبني في الشلاطه وكتبقى احسن ماركه ديال الطون. ولهاد بعدا نشرملو اللحم ديالنا. غادي نحتاج له هاد جوج بصلات، غادي نحكهم فيه بهذه الطريقه. وعندي هنا التوابل، عندي القليل من الشطة او الفلفل الحار، عندي الفلفل الاحمر، عندي الكمون، عندي الملح، وعندي الفلفل الاسود. انا ما كنديرش المعدنوس او القزبر، كنستعمل الزعتر. الزعتر تيبقى صحي كيساعدنا على الهضم وكيفاجئ المعدة، كنصحكم به. ناخذ بهذه الطريقة. يمكن لكم تضيفوا الخل او الحامض، انا غادي نضيف الحامض. وعندي هنايا زيت الصوجة كترافق مع المشويات، كتزيدهم طعم ونكهة، كتجي رائعة. اللي ما توفرتلوش شي مشكل. صافي، وغادي نخلطهم مزيان. كي الجبل ما بقاليش، اكل الجبل حتى هو كيعطي طعم وبنه رائعه مع المشاوي. ومن بعد ما سلقت الشلاطه ديالي، بطاطا سلقتها